مساءكم خير. الحقيقة أنه النهاردة الحلقة مليانة قصص وحكايات وأخبار، لكن في خبر البيوت المصرية تبحث عنه وليس لديها إجابة، وفي خبر المفروض أنه يبقى بنسمع عنه أبديتس كتير أو تحديثات كتيرة جدا كل ساعة أو ساعتين بالكتير، لكن الحقيقة في حالة، في حاجة كده، في حالة من الهدوء. احنا فاهمين بشكل كبير ومقدرين انه كتير من البيوت المصرية بتنتظر وبتستعد لامتحان الثانوية العامة، وبناء عليه احنا في الايام القليلة القادمة احنا عارفين انه في خلال 48 ساعة نتيجة الثانوية العامة هتظهر، وبالتالي كل اللي نقدر نعمله او نتمناه او نتابعه مع الاف من الاسر هو انه نعرف ونهدى ويبقى تغير المناهج وتغير نظم التعليم وتغير نظم التصحيح ونظم الامتحانات وكل التجارب بمميزاتها وبسلبياتها وبإيجابياتها تبقى بالنسبة لنا فرصة لأنه نفهم معلومة مهمة جدا، أنه مستقبل المهن في العالم مختلف تماما عن الأربع خمس كليات اللي احنا عارفينهم، ونهدي ولادنا ونستغل الوقت. يعني أعتقد أنه أفضل استغلال لوقت الانتظار هو أننا نبتدي، أتمنى يعني أنه كل الشباب في الثانوية العامة يحضروا ورش عمل كده عن إيه أنواع المهارات اللي محتاجينها، هو محتاج يذاكر إيه جنب الجامعة والجامعة مش هتديهوله. نفسي الجامعات كمان تبتدي تفكر بأنه إيه اللي هنقدمه للطلبة كأنشطة جانبية جنب التعليم ممكن تخدم مهاراتهم في المستقبل، وبالتالي نخلص بقى من الفجوة دي ونخلص من فجوة أنه بنخلص أربع سنين أو خمس سنين أو أيًا كان عدد سنوات الدراسة وبعدين نبتدي نتعلم من أول وجديد في الحياة العملية. بتمنى، وده مش أمنية مبنية على شوية مشاعر لكنها على حقائق العالم بيقولها، سوق العمل بيقولها، الصناعة بتقولها، إنه المهارات بتكسب والمهارات أقوى بكتير من الشهادات، واللي عايز النهاردة يشتغل، وإحنا عارفين الوضع الاقتصادي الصعب والضاغط والعنيف، اللي عايز النهاردة يشتغل محدش بيقوله شهادتك إيه. افتكر كده آخر مرة أنت قدمت فيه على شغل حد سألك على شهادتك، أو لو أنت قدمت على شغل قلت أصلاً يا جماعة خريج كذا، ده بالمناسبة حاجة ضعيفة جداً، ما تسمح لكش أنك تقول أنا محتاج أو أستحق الفرصة الأفضل. ده واقع مؤلم لكنه واقع، اللي احنا محتاجين كلنا نشتغل عليه عشان الأزمة الاقتصادية وعشان مستقبل ولادنا وعشان طريقة تفكيرنا تخدم مستقبلهم هو أنه نحسن من مهاراتنا. بعض الناس كده بيدخلوا في كتير في حوارات إيه اللي أقدر أقدمه مثلا لبلدي في أزمة اقتصادية عالمية. السؤال أو الإجابة الوحيدة البسيطة أنك تشتغل صح، اشتغل أحسن، علي الكود، علي المعيار في كل حاجة، نعلي الكود في الإعلام، نعلي الكود في الصناعة، نعلي الكود في التجارة، في طريقة المعاملات، فتتحسن سمعة العامل المصري، الصانع المصري، التاجر المصري، وبالتالي نقدر نقدم خدمة حقيقية لبلدنا. بذكر الأزمة الاقتصادية العالمية كل القطاعات هتلاقينا دايما بنتكلم أنها بتتأثر، إنما في قطاع واحد كده، ودي من نعم ربنا علينا وعلى مصر، يعني أنه في قطاع واحد برغم الأزمة العالمية طبعا نقدر نقول أنه تأثر، بس تأثر إيجابا، ودي حاجة غريبة النهاردة نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. الأداء والأداء الاقتصادي لقناة السويس يعتبر إنجاز حقيقي. النهاردة مجلس الوزراء كالعادة نشر التقرير الأسبوعي لكن كان حول قناة السويس. قناة السويس مش محتاجين نفكر نفسنا ولا نفكر بعض لأنه هي أهم شريان ملاحي اللي بتربط حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. قناة السويس المجرى المائي الأطول والأهم، اللي يمكن نقول لما بترتفع تكلفة الوقود تبقى قناة السويس يزيد عليها التكلفة والطلب. حصيلة الإيرادات بحسب تقرير مجلس الوزراء 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، يعني بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي. 20% في أزمة اقتصادية العالم كله بيسجل فيها أرقام أقل، وفي 20% في أزمة اقتصادية بتكلمك أنه حركة التجارة العالمية أصلا متأثرة، وفي أزمة عالمية في سلاسل الإمداد، فإنه تبقى قناة السويس هي الخيار الأول للنقل ولمرور السفن وعبور الملاحي الدولي، دي معلومة وخبر مهم جدا. أعداد السفن اللي عبرت قناة السويس زادت بنسبة 13.7 في النصف الأول من 2022 برضو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
التقرير كمان اتكلم عن أرقام قياسية كتير حققتها القناة خلال الشهر الماضي يوليو 2022. القناة عبرت فيها 2103 سفينة، يعتبر ده من أعلى أو هو أعلى معدل عبور شهري تم تسجيله في تاريخ القناة. حجم الحمولة 125 مليون طن، برضه هو الأعلى شهريا في تاريخ القناة. الحقيقة الكلام عن الإيراد الشهري لقناة السويس 704 مليون دولار، أيضا هو الأعلى في تاريخ. مهم جدا أننا نتشارك بالأرقام دي، مهم جدا أننا نعرف الأرقام دي. الدولة بتشاركنا بالإيجابيات وكمان تحط قدامنا مسؤولية إذا حصل أي تأثر في أي قطاع من القطاعات. قناة السويس كانت وما زالت الحلم المصري اللي ينفع تعظم الأثر منه كمان وكمان. يعني الأرقام العظيمة اللي احنا بنقولها دي ممكن تكون مرتبطة بحركة التجارة العالمية، بخدمات أفضل، بتسهيلات أفضل تقدمها قناة السويس، إنما كمان تقدر تقول إننا نتوقع إنه الخدمات اللوجستية المزمع إنشائها واللي بدأت بالفعل ممكن تكون عائد أعظم لقناة السويس. كل ما يقدم من ما حول قناة السويس من الخدمات الكثيرة، المصانع، الخطوط النقل المباشرة من وإلى قناة السويس، هي كلها الخطط طويلة المدى اللي احنا ما زلنا في مصر عارفين ومدركين إنها جزء من تعظيم الأثر وتعظيم العائد من مجرى ملاحي مهم زي قناة السويس. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم، خليكم معنا. مساءكم خير. لو قلنا تشجيع الصناعة، تشجيع الصناعة ده عنوان حلو جدا، محدش يختلف عليه، مفيش اتنين في مصر ولا في أي مكان في العالم هيختلفوا على فكرة أنه تشجيع الصناعة واحدة من أهم أدوار الدولة. وتشجيع الصناعة يبدأ من أول الإتاحة، والإتاحة دي كلمة كبيرة جدا وواسعة جدا، من أول إتاحة الأماكن الصناعية المميزة اللي تساعد أنه شخص يقيم مصنع، من أول إتاحة الطرق اللي تؤدي إلى تلك الأماكن عشان النقل وعلشان كل اللوجستيات المرتبطة بالصناعة، من أول إتاحة المواد الخام اللي ممكن تبقى مدخلات الصناعة، من أول إتاحة وتشجيع ودعم وتنمية الأيدي العاملة اللي تشتغل في الصناعة، إتاحة كل التفاصيل الضريبية الخاصة بالتشجيع الصناعي. بالمناسبة الخمس حاجات اللي أنا بحاول أعدهم بسرعة كده، في وراهم 50 حاجة ممكن تبقى عوامل لتشجيع الصناعة، لكن كلها هتلاقيها أخبار متناثرة كده، إحنا ما بنسمعهاش مع بعض لكنها أخبار متناثرة. هتلاقي من جهة إنه التعليم يدعم بشدة التعليم الفني، عشان إحنا دلوقتي الدولة عاوزة صناعة فعايزة ناس تشتغل في الصناعة. منظومة الطرق كلنا عارفين ولا يخفى على أحد إن هي من أهم أولويات الدولة. بقلنا شوية نقط تخص الأمور اللوجستية وتسهيلها، الضرائب والإعفاءات الضريبية بنسمع عنها أخبار منفصلة كده، لكن أنا ببقى نفسي أحيانا أسمع خبر مجمع يقول لي كل البنود دي عملنا فيها إيه. لكن هيبقى أي خبر يخص تشجيع الصناعة هو خبر حلو جدا جدا، نحب أننا نشاركه مع حضراتكم. النهاردة وزارة الإسكان بتقوم بدورها اللي هي منوطة بيه في تشجيع الصناعة، طرح وحدات صناعية. النهاردة الوزارة أعلنت عن طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات. مساحة هذه المصانع المطروحة حوالي 702 متر مربع بنظام القرعة العلنية. الوزارة كمان وضحت أنه حجز الوحدات الصناعية هيتم من خلال تقديم استمارة الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط المتاحة في جهاز مدينة العاشر من رمضان. إمتى الفترة مفتوحة للناس تاخد كراسات الشروط؟ بدءا من يوم الحد 14 أغسطس وحتى الأحد الموافق 28 أغسطس اللي بعده. الفترة الزمنية قصيرة لكن هم 75 يعني أسبوعين، وهم 75 مصنع أو وحدة صناعية.
التفاصيل بقى اللي احنا محتاجين نفهمها عشان نبقى قادرين نفهم أكتر دور الدولة في تشجيع شخص إنه يحصل على وحدة صناعية وإنه يسدد ثمنها، وتفاصيل بقى ما تلا ذلك نعرفها من مهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. مساءك خير يا فندم. مساءك خير يا أستاذة دينا وعلى حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مهندس حاتم، الوحدات الصناعية وطرح كراسات الشروط حاجة يعني يمكن يكون خبر معتاد، لكن اللي احنا محتاجين نفهمه قوي والناس تعرفه ايه المرونة الزيادة، ايه التفاصيل الجديدة اللي بتحصل، ايه الاشتراطات كمان اللي حضراتكم بتحطوها في كراسة الشروط عشان تختار الشخص الصح اللي فعلا هيقوم بنشاط صناعي مش هياخد المصنع ده ويسيبه مقفول لسنوات طويلة. فاتفضل يا فندم. هو حضرتك طبعا مش اي حد هيقدم على مشروع صناعي الا اذا كان هو صنع. فهي الشروط عندنا بس اللي هو بيكون معاه بطاقه ضريبيه وسجل تجاري وعنده الامكانيات لبدء النشاط الصناعي على طول، يعني لان الوحدات جاهزه، فاللي هيستلم مجرد ان هو المكن بس وهيبدا يشتغل على طول. طيب يا باشمهندس، سعر الوحده بيتراوح من كام؟ سعر الوحده تقريبا 2 مليون 900. 2 مليون 900 ياخد مصنع. ده مصنع وحده صناعيه بس كامله جاهزه للتشغيل، المرافق وقطاعها، يعني مجرد بقول لسعادتك ان هو مجرد ما هيستلم ممكن يشتغل على طول في سعر. شروط السداد يا فندم؟ شروط السداد هو بيدفع جديه حجز 5% مع المستندات بتاعته. بيتم القرعه في حاله حصوله على الوحده بيستكمل ب 25% الدفعه المؤقته. بقيه ال 75% بيتم سدادهم على 3 سنوات على اقساط نصف سنويه. بدون فوائد بقى ولا اي حاجه؟ محمله، لا محمله بالعباء. لان هو اللي هيسدد ال 75 خلال شهر يعتبر بدون فوائد، انما هو جدول بنعمله تسديدات للجدول على 3 سنين. حلو يا باشمهندس، هل في اي اشتراطات لبدء عمليه التصنيع من تاريخ استلامه للمصنع لحد ما يبتدي تصنيع وتشغيل؟ هل في شرط او بند يخص الموضوع ده؟ لا، هو الاجراءات العاديه اللي هو بيطلع رخصه التشغيل، ودي اجراءاتها سهله لان المنشا الجهاز هو اللي انشا 3 مجمعات صناعيه في منطقه المطورين، كل مجمعات صناعات صغيره ومتوسطه، كل مجمع بيشمل 128 وحده. احنا كنا سبق لنا طرح، هم الف وب وجيم، كنا سبق طرح المجمع ب والمجمع جيم عدد منهم ودلوقتي شغال، وجزء متبقي من ب وجيم زائد جزء من الف. انما احنا هيبقى مستقبلا في طرح تاني ان شاء الله، يعني بطمن الساده المشاهدين ان شاء الله يكون في طرح تاني. نتمنى. هو مجرد اتفضلي حضرتك، مجرد ما بيستلم الوحده بيبدا بقى تجهيزها، اذا كان في مكان معين كل نشاط حسب الاستخدامات بتاعته والتكنولوجيا بتاعته، بيبدا بقى بعد كده يطلع رخصه التشغيل، ودي اجراءات سهله جدا دلوقتي، ويبدا التشغيل مجرد ما يطلع رخصه، لان هو الدفاع المدني المفروض ان ده مجمع جاهز، يعني كل احتياطات الامن. ما فيش حاجه هو هتترفض له، فبالتالي يتاخر في التشغيل، هتبقى سهله قوي في استخراج رخصه التشغيل. كنت بسمع يا باشمهندس، وبرضه حضرتك صحح لي عن فكره انه في حد حجز مصنع لكن اتسحبت منه الوحده او اتسحبت منه الارض، هل ده ظرف تاني؟ الناس اللي كانوا بياخدوا مصانع عباره عن اراضي ما كانوش بيقوموا بانشائها، ولا قول لي حضرتك الفرق ما بين انه حد ياخد هو لو حد خد قطعه ارض صناعي ولم يتم التشغيل قعد سنه واثنين او ثلاثه، طبيعي هو كده مش عايز يستثمر، فبنشوفه استثمر تاني يكون عنده استعداد ان هو يقيم المصنع ويشتغل مباشره. الوحدات دي 702 متر فيها 450 متر مغلق، وفي اريا 250 متر ديت اللي هي بتاعه التشوينات النوم بتاعه التشغيل يعني. انما المصنع مغلق 450 متر. حلو قوي، يعني دي نقدر نقول انها تصنيفها صناعات صغيره ومتوسطه مثلا. صناعات صغيره ومتوسطه بتبقى ضروريه جدا في المدن الصناعيه لانها بتختم على الصناعات الكبيره المتوسطه والكبيره. طبعا. واعتقد انه حتى المبلغ اللي حضرتك بتقوله اذا كان في حد عنده دراسه جدوى او مشروع جاد ممكن يعني انه يكون قريب جدا. مهندس حاتم، اخيرا ايه اقرب الطرق لهذه المنطقه؟ يعني احنا بنتكلم عن منطقه المطورين الجنوبيه في مدينه العاشر من رمضان،
على بعد قد ايه مثلا من قناه السويس؟ هي ولا حضرتك زي ما بتقول بتخدم هي المصانع المحيطه بيها اكتر؟ ايه مثلا انواع الصناعات المفضله او الرخص الصناعيه اللي تتمنوا انها تحصل في منطقه زي دي؟ هو اشهر رمضان قلعه الصناعه في مصر، يمكن من اول المدن اللي انشا فيها مناطق صناعيه. بالتاكيد. فطبيعي ان هتلاقي شبكه الطرق كلها متوفره فيها. ورابطه طبعا هي قناه السويس زي ما سعادتك قلت دلوقتي ان المسافه بينهم لا تتعدى 40 50 كيلو. انما المنطقه الصناعيه فيها جميع العاشر من رمضان، فيها جميع الصناعات، صناعات متوسطه، صناعات ثقيله، وجميع التخصصات فيها. فهتلاقي في تشغيل حلو قوي للشباب اذا كان شاب عايز يدخل على مرحله زي ديت كبدايه، ان هو ياخد وحده يقدر بعد كده يوسع نشاطه انه ياخد ارض يعمل مصنع مستقبلا. فهي فرصه كويسه جدا للشباب كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، والحديث عن صناعه يبقى حديث عن اقتصاد، يبقى حديث عن فرص عمل. الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل للناس كتير أنها ممكن تغير حال من حال إلى حال. بسمع كتير في الفترة الأخيرة ناس تقول لي أنا كان عندي مشروع وكنت واخد قرض من البنك لكن تعثرت. فالجملة دي محزنة بشكل فوق الوصف. مفهوم أنه ممكن يبقى جزء من التعثر هو ظروف الاقتصادية، القوة الشرائية للناس. مفهوم جدا أنه جزء من التعثر ممكن يكون دراسة الجدوى نفسها، أن أنا ما حسبتش المشروع أصلا نفسه، ما سألتش عن الأسواق، ما اجتهدتش شوية في الحتة دي. لكن هتفضل في مساحة كبيرة جدا في الصناعات المغذية. ما بسمعش كتير، يمكن أنا معلوماتي ناقصة، لكن بسمعش كتير أنه ناس بتشتغل في صناعات مغذية، أنه أدور المصانع اللي حواليها بتستورد إيه، وإيه اللي معطلنا، وإيه اللي إحنا بسببه بننفق عملة صعبة على استيراد حاجات بتتصدر أصلا من مصر مواد خام وترجع لنا تدخل تاني في الصناعة أو نستهلكها مباشرة. الحلقة المفقودة في الصناعة دي أعتقد أنها فرصة كبيرة جدا. وزي ما بقول لحضراتكم، الدولة بتشجع الصناعات الصغيرة المتوسطة، طبعا بتشجع، لكن نتمنى جدا أنه وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، كل الوزارات اللي عندها جزء من الملف نشوف المشروع متكامل، أو إحنا كمستخدمين يعني توصل لنا الصورة كاملة. بذكر بقى الصناعة، وخلينا نروح من الصناعة للرياضة، لأن كل الملفات الحقيقة مهمة. الرياضة أو الكرة المصرية، وبذكر الكرة برضو الزمالك دلوقتي بيلعب الجونة، وبحسب كلام زمايلي فوز الزمالك 2-0 لحد دلوقتي للي بيتابعوا المباراة. لكن الأجواء الكروية فيها حالة كده من التغيرات الكتيرة والشديدة، من أول الإعلام الرياضي ومحاولات تنقية وضبط في الأداء، كمان لحد محاولات كتيرة جدا أو مناوشات كتيرة جدا بشأن التحكيم والحديث عن تقنية الفار وتأثيرها الكبير على النتائج، وبالتالي بنحتاج إلى تدريب أكبر للحكام. اتحاد الكرة أعلن خبر مهم جدا وملفت جدا، لأنه اتكلم عن تعاقد مع الإنجليزي مارك كليتنبرغ، والتعاقد بيقول أو الإعلان عنه بيقول أنه مارك كليتنبرغ بيتولى مقعد رئيس لجنة الحكام، يعني ده مقعد تنفيذي في مصر. وبالتالي بحسب هذه الصورة أو هذا الإعلان، هذا الرجل هيقيم في مصر بشكل دائم. الغريبة بقى واللي لفتت نظر الأوساط الرياضية كلها، أنه في نفس الوقت رابطة الأندية اليونانية كمان مضت مع مارك كليتنبرغ، وقالوا أنه هو مستشار ومطور للحكام. في سؤال بقى، في سؤال مهم جدا عند أي حد بيتابع وبيسأل وبيشوف الناس بتيجي تشتغل في مصر وبتاخد مرتبات من مصر دي، هيعمل شغله إزاي؟ هيدير المهمة إزاي؟ الحقيقة ما أقدرش أفتي، لأني مش عارفة بصراحة رئيس لجنة الحكام قد إيه ممكن يكون مشغول وطول الوقت المفروض يكون موجود مع الحكام عشان يدير إدارة التحكيم في مصر، ودي حاجة مش سهلة، وفي نفس الوقت يكون بيحمل منصب مهم في دولة أخرى. حاجة سؤال غريب يستحق أننا نسأل عليه. نرحب في البداية بالناقد الرياضي الأستاذ عمر البنوبي. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير يا دكتور دينا، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. هل ينفع أبقى رئيس ومستشار في نفس ذات الوقت يا أستاذ عمر؟ يعني خلينا نبتدي الأول أنه طبعا أنا بأؤيد جدا خطوة اتحاد الكورة، و
في انه يستقدم رئيس لجنه حكام اجنبي، لان احنا شفنا انه في تراجع في مستويات الحكام وفي جدل كبير على قرارات الحكام سواء السنه اللي فاتت او السنه دي مع الكابتن عصام عبد الفتاح. فهو القرار في حد ذاته لا قرار ايجابي جدا، انا من اشد المؤيدين كمان له. اوكي. كلاتنبرج هي القصه باختصار شديد ان اتحاد الكره اعلن امبارح انه كلاتنبرج هيقيم بشكل كامل في مصر، وانه الراجل هيتولى رئاسه لجنه الحكام، رغم انه لما كلاتنبرج حضر لمصر من شهر تقريبا او من اكثر من شهر تم تقديمه في اتحاد الكوره باعتباره رئيسا للجنه تطوير الحكام، مش رئيسا للجنه الحكام، فرق كبير جدا. تغيير المسمى مش مشكله، عادي يعني طبيعي انه احنا محتاجين رئيس لجنه الحكام. معلش ايه الفرق؟ الفرق انه رئيس لجنه تطوير الحكام ده دوره استشاري فقط، مجرد محاضرات، متابعه، بعض الامور اللي هي فيها نوع من انواع الكونسلتنج، يعني اكتر من ان انت بتدير بشكل تنفيذي، يعني مش دور تنفيذي انه بيختار بالزبط. الحكام او بالظبط الشكل الديلي اليومي بقى بتاع لجنه الحكام انك تعين الاطقم الحكام للمباريات والكلام ده كله وتراجع اخطائهم وخلافه. فبالتالي احنا غيرنا المسمى، اوكي بالعكس دي حاجه كويسه جدا. هي اللافت للنظر انه بيان اتحاد الكوره او اللي صدر عن اتحاد الكوره بيقول انه كلاتنبرج هيواصل شغله مع الاتحاد اليوناني لكره القدم كمستشار بناء على رغبه الاتحاد الاوروبي. الحقيقه المعلومه دي كانت مغلوطه تماما، كان انا سالت وكلمت الناس في اليونان ولحد الاتحاد اليوناني نفسه سالتهم، هو كلاتنبرج مشي. لو حتى بسهوله جدا اي حد من الزملاء دخل على الويب سايت بتاع الاتحاد اليوناني لكره القدم هيلاقي ان هم اعلنوا تشكيل لجنه حكام جديده. أيوة. ولجنه الحكام دي ما فيهاش كلاتنبرج لا في منصب استشاري ولا في رئاسه لجنه الحكام. يعني المعلومه دي عن اصلنا، يعني اللي وصلت لنا هي اشاعه او كانت لا 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 نقف بقى هنا. هو فكره انه بيشتغل مع الاتحاد اليوناني بناء على قرار من الاتحاد الاوروبي دي غلط، انما الحقيقه انه من اسبوع بالظبط كان في قرعه الدوري اليوناني، مؤتمر كبير عمله رئيس رابطه الانديه اليونانيه ايفانجيلوس ماريناكس، وفي نفس الوقت بيمتلك نادي اولمبياكوس، واعلن فيه ان انا تعاقدت مع مارك كلاتنبرج كمستشار ومطور في رابطه الانديه اليونانيه اللي هي الدوري الممتاز بتاعه. فهنا الكلام اختلف، يعني واضح انه في مس، يعني في كونفليكت او يعني مس كوميونيكيشن، انه ايه انه كلاتنبرج في اليونان بيقول انا دوري في مصر استشاري، وفي مصر بيقول لهم انا دوري في اليونان استشاري، وان انا بشتغل مع الاتحاد اليوناني وهو ما بيشتغلش مع الاتحاد اليوناني. وهو ده بس النقطه اللي كنت حابب اصلا ان انا اوضحها للناس، انه في النهايه ممكن يكون كلاتنبرج وصل معلومه غلط او حد فهم غلط هنا، لكن الفكره في حد ذاتها انا بدعمها، لكن الفكره نفسها. طب سؤال بقى يعني طبعا مع كامل التقدير لشخص احنا لسه ما شفناش ادائه ولا شغله، بس تاريخه المهني، سمعه هذا الرجل اللي الناس بتتخاطفه كده الانديه او الاتحادات، هل هو ليه تاريخ كروي محمود معروف؟ يعني احكي لنا بس عن كواليس وخلفيات، سواء كان بقى مستشار او رئيس في مصر يعني. تمام. هو في البدايه كلاتنبرج كان شغال حكم لحد ما جاله عرض من المملكه العربيه السعوديه، من الاتحاد السعودي لكره القدم، انه يشتغل في تطوير الحكام ويحكم بعض المباريات في نفس الوقت. فهو كلاتنبرج من الشخصيات اللي بتحب تعمل كل حاجه في وقت واحد، يعني مستشار في اليونان وحكم في السعوديه واشتغل برضه مطور وادير لجنه حكام. يعني هو راجل واضح انه خفيف في شغله، بيحب يشتغل كل حاجه. ده نقطه. النقطه الاولانيه، هو مشي من السعوديه، ما اعتقدش ان هو عمل نوع من التطور الكبير في التحكيم السعودي. بعدها راح اليونان. الحقيقه كان في انتقادات كبيره جدا، يمكن كمان حتى بلتاكوس رئيس الاتحاد اليوناني الجديد لما عرف انه كلاتنبرج وقع عقد مع الاتحاد المصري رفض يقابله في اليونان بعد ما رجع. وبالتالي هو لقى نفسه ان هو نفسه صرح، بالمناسبه كلاتنبرج نفسه صرح وقال انه بلتاكوس رئيس الاتحاد اليوناني شايف ان انا مش مناسب ان انا اكمل في منصبي في الاتحاد، وده في وقت حضوره لقرعه الدوري اليوناني ووقع هو مع الرابطه. فالحقيقه بس الاتحاد المصري، انا بنصح اصدقائي الاعزاء في اتحاد الكوره ان هم يستفسروا من كلاتنبرج عن طبيعه مهمته مع رابطه الانديه اليونانيه، واتمنى انه يكون تركيزه بشكل كامل، واذا ارتضى اتحاد الكوره انه الراجل يكون شغال هنا وهناك ايه المشكله؟ لو هيأدي هنا من غير ما يقصر اهلا وسهلا. لكن احنا مش، يعني انا مش ضد الفكره، بالعكس، بس كانت محتاجه تتوضح شويه بشكل فيه دقه اكتر للراي العام. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الأستاذ عمر البانوبي. كعادة كل الأخبار اللي بتخرج للرأي العام طول الوقت، يعني حتى إحنا يعني أعتقد أنه دي
عرفناها وتعلمناها وفهمناها واختبرناها كمان. معظم اللخبطة والخلط والغضب أحيانا بيبقى من نقص المعلومة. أنصاف الحقائق وأنصاف المعلومات حاجة بتعمل عند الناس قلق كتير وتساؤلات كتير، فما بالك في قطاع مهم زي قطاع الكرة بجماهيره عريضة المهتمين بيه أكتر وأكتر، اتحاد الكرة اللي هو كمان بيحاول جاهدا أنه حسن صورته وأدائه عند الناس. فأعتقد اكتمال الأخبار، شفافية في الأخبار، حتى أن تعلن عن سلبياتك، ده بيحط كتير جدا في رصيدك الإيجابي بالمناسبة مش السلبي. على كل حال احنا نجتهد اننا نقول كل الحقيقه مش انصاف الحقائق. فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسعه. مساءكم خير. زي ما كتير مننا بيقول، لكن احيانا لا نؤمن انه يجب انه نتعلم انه الايام ما بتدومش زي ما احنا متوقعين انها تفضل، وانه الحياه ممكن تتغير في لحظه. قد ما اليقين ده مريح احيانا، على قد ما هو احيانا ممكن حياتي اللي انا راسمها واللي انا مخططها يتغير شكلها، مش لازم للاوحش او للاحسن، لكن بتغير شكلها. ودي حاجه يعني مهما خططنا ومهما حاولنا ومهما تمنينا، لكن ممكن ما نبقاش عارفين ايه التغيير اللي ممكن يحصل في حياتنا. ده باختصار ممكن يكون عنوان لقصة طالبة جميلة، او دلوقتي نقدر نقول يعني أستاذة جامعية كده جميلة اسمها ميار حسين. ميار في 2016 كانت زي الوقت ده يعني رايحة مكتب تنسيق جامعة بني سويف عشان تسجل رغباتها وعايزة تلتحق بالجامعة. شاء القدر، وزي ما بقول لحضراتكم كده، الحياة اتشقلبت في لحظة في حادث. ميار اتصابت في حادث أثناء توجهها لمكتب التنسيق وأصيبت بشلل رباعي. النهاردة بعد 6 سنين من الحادث اللي بالتأكيد أخد برضو من وقتها ومن عمرها يعني وقت في التعافي، لكن حققت حلمها وحصلت على بكالوريوس علوم بتقدير امتياز. النهاردة ميار بقى كانت نجمة حفل التخرج، وكانت هي الوردة اللي في وسط الحفلة دي لأسباب تخص المعاناة اللي ميار عدت بيها. إنه كل تحدي عدت بيه على مدار ال6 سنين اللي فاتوا كان تحدي يستحق إننا نشوفها ونسقف لها ونحترم تجربتها وكمان نسمع منها، لأن أنا متأكدة إنه قد ما الموضوع ملهم جدا وعظيم جدا وإنه ما استسلمتش على الأقل، لكن ميار أكيد عندها حاجة تانية تشاركنا بيها. ميار حسين الطالبة الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة بني سويف بتقدير امتياز، واللي تحدد ظروف كتير بالتأكيد. والنهاردة شفنا صورها وكنا سعداء جدا بتخرجها. ميار مساء الخير. مساء الخير يا أستاذة دينا، أهلا بحضرتك. مبروك الأول التخرج يا دكتورة، بقى امتياز يعني خلاص نتوقع بقى سلك جامعي ولا لأ؟ الله يبارك في حضرتك، ربنا يمسهل يا رب. يا مسهل. ميار احكي لي على الفترة اللي فاتت ال6 سنين، مش عايزة بقى نرجع نفكرك بأكيد وقت صعب، لكن ازاي قررتي في البداية انك تكملي وتدخلي الجامعة رغم كل الظروف الجديدة اللي اتحطيتي فيها؟ لا ابدا والله، هو مش موضوع يعني حضرتك تفكريني، بالعكس انا كل ما بفتكر يعني اللي انا كنت فيه زمان بشوف قد ايه كان في فرق جدا بين ميار بتاع زمان وميار بتاع دلوقتي، وان انا قدرت ان انا اتحدى اللي انا كنت فيه، وان انا ما استسلمتش للسرير او للكرسي، ورغم كل ده كملت دراستي ووصلت اللي انا فيه دلوقتي الحمد لله. قولي لي كملتي دراستك ازاي؟ انا عارفه ان علوم كانت دراسه صعبه، الوقت اللي اخذتيه عقبال ما تتعودي على الوضع الجديد وتحضري محاضراتك وتكملي بقى في المسار العلمي، مين ساعدك او مين كان اكتر دعم ليكي في الفتره دي؟ والله انا ما اخذتش وقت كتير في التاقلم يعني، لان يعني جامعه بني سويف حقيقي من احسن الجامعات يعني في مصر عامه، كلهم صف الدكاتره والمعيدين وحتى والله العمال كلهم كانوا بيشجعوني جامد جدا، وطبعا يعني اللي اعطوني الدافع ان انا اكمل دراستي هي مامتي. طبعا مامتي يعني هي انا بابايا متوفي من 2013 فمامتي واحنا 5 بنات، فمامتي بالنسبه لي كانت الاب والام. والحمد لله من بعد الحادثه هي ورايا وفي ظهري،
هي اللي تعبت معايا، كانت بتوديني الجامعة وكانت بتجيبني، قالت لي أنا معاكي، هي حتى بعد الكلية هتكملي الماجستير، هتكملي الدكتوراه، أنا معاكي وراكي لحد الآخر خالص. ربنا يخليها لك يا ميار، دي يا حاجة رب. حلوة، اللهم آمين. ده حاجة متوقعة، لكن بصي كل الدعم الطبيعي اللي الأمهات بتعمله، وكأن ربنا بيحط بطولة كده في قلب الأم لما يبقى حد من ولادها عنده ظرف مخصوص، مش كده؟ ميار احكي لي انت عايزه تكملي في ايه، في السلك الجامعي كده زي ما ماما متمنيه، ولا عندك حلم كمان في الحياه العمليه عايزه تكملي فيه؟ والله هو انا يعني اول ما دخلت الكليه كان يعني مش عايزه اقول لحضرتك، في ناس كانت مراهنه على ان انا مش هعرف اكمل، ان انت عليه تدخلي علوم صعبه، غيري ادخلي كليه ادبيه، طب ازاي هتروحي ازاي هتيجي الكلام ده. بس انا لما دخلت الكليه ودخلت يعني قسم كيمياء حيوي قسم البايو، والله حقيقي الترحيب كبير جدا جدا من الدكاتره، وخاصه يعني رئيسه قسم البايو حاليا دكتوره بدن، ورئيسه القسم سابقا دكتوره ولاء حزي، ومامتي بقى الثانيه في الكليه كانت دكتوره نجيب، والصف بقى الدكاتره والمعيدين كلهم شجعوني ويعني واعطوني بقى دافع كبير جدا ان انا اكمل. وانا وقت الحادثه بتاعتي كنت بشوف فيديوهات للاشخاص ذوي الهمم اللي كانوا بيأثروا، يعني اللي بيسيبوا بصمه في البلد، بالظبط، بيسيبوا بصمه في الناس، وكنت بشوف بقى سياده الريس ودعم الاشخاص ذوي الهمم انهم بالظبط، بيطلعوا معاها في مؤتمرات، فقلت لنفسي ليه لا، يعني انا اللي يعرف ميار شخصيا انا طموحي ملوش حدود، يعني ما فيش ليميت معين بقف عنده. ما الروح اللي شالتك الست سنين اللي فاتوا دي اكيد روح طموحه وقويه. الحمد لله. فقلت ليه لا، ليه يعني الانسان ما هو الا بصمه، يعني احنا بنروح من الدنيا ما فيش الا ما بنسيبش غير الاثر، حلو، فقلت انا لازم اسيب اثر في الناس، اعرف الناس واحكي لهم حكايتي واقول لهم ان مفيش حاجه مستحيل، مش كرسي اللي هيوقفني. انا كنت بنوته طبيعيه عايشه حياتي جدا، خرجت من الثانويه العامه خلاص بقى يعني نفسها بقى تشوف الدنيا والحياه، ويشاء القدر ان يحصل كل ده وقعد على كرسي. لا انا مش هستسلم للسرير، مش الكرسي هو اللي هيقيد حركتي، لا انا هكمل وهكمل كليتي وان شاء الله اكمل الماجستير والدكتوراه، وطبعا بدعم اهلي وبدعم طبعا دكاترتي ودكاتره قسمي، طبعا يعني دكاتره القسم دعموني جدا، يعني كنت بروح الكليه يشرحوني حتى في الاوقات اللي انا مثلا كنت ببقى تعبانه فيها، كانوا الدكاتره ممكن مثلا يمتحنوا امتحانات اونلاين، بروح مثلا ايام مخصصه المعيدين يشرحوا لي العملي، حقيقي والله كلهم كانوا بيسهلوا لي كل الامور جدا وييسروا لي كل اي حاجه انا لما احتاجاها، مجرد بس يعني يا دكتور يدي الاوكي على طول اعملوا المعيار اللي هي عايزاه. بالظبط، انا متاكده بقى يا ميار ان بمخزون الحب اللي انت خدتيه والدعم ده انت كمان هتسهلي السكه على ناس كتير، مش بس من ذوي الهمم، لكن اعتقد طلبه كتير وناس كتير جايين وراكي كده، قصتك هتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه لهم، فعشان كده نفسي ناس كتير قوي تعرف. عايز اقول لحضرتك كمان، هو المجتمع هو اللي بيعمل كده، الناس اللي حواليكي، احنا انا لما ببقى محاطه بناس بتحبني ومحاطه بناس بتشجعني، اصحابي في الجامعه بيشجعوني، بيبعتوا لي محاضراتي، بيبعتوا لي ريكوردات، يسالوني محتاجه حاجه، اشرحوا لي الجزئيه دي، دكاترتي لو احتجت اي حاجه منهم، مجرد ما ابعت للدكتور، دكاترة القسم طبعا ويعني والاقسام التانية، لان احنا عندنا في الكلية بيتفاعلوا على طول. لان احنا عندنا في الكلية، كلية علوم، احنا بناخد كل حاجة، يعني بناخد المجالات كلها. يعني دكاترة اخيرا بقى يا ميار، عايزة تتخصصي في ايه؟ ايه المجال الاكتر الاقرب لقلبك اللي انت تتخصصي فيه، تعملي فيه رسالة الماجستير بتاعتك؟ تحاليل ان شاء الله. حلو بإذن الله. حلو، جميل، يا رب نشوفك. وعندي هوايه جانبيه كده، البرمجه والجرافيك. الله، كل حاجه بلس من الدراسه. واعتقد ان البرمجه والتحاليل ممكن كده الاثنين مع بعض يعملوا ميكس حلو، وتعملي لنا حاجه تخدم المرضى او تخدم القطاع الصحي بشكل من الاشكال. انا بشكرك يا ميار، بشكرك شكرا جزيلا، مبروك يا ميار. ميار حسين، طالبه حاصله على بكالوريوس علوم بامتياز مع مرتبه الشرف. ميار من 6 سنين كانت اتعرضت لحادث صعب جدا، بس النهارده قصتها ملهمة، وأنا متأكدة أنها تفضل لسنين طويلة من عمرها هي بتعمل رسالة حلوة في الحياة، أنها بتقول للناس كملوا.
واحنا اتفقنا من اول الحلقه، نرجع بقى للكلام الجد، من اول الحلقه النهارده احنا متفقين انه الحديث عن نتيجه الثانويه العامه ما ينفعش يبقى بالرعب اللي كان بيحصل فينا. انا فاكره جدا كان بيحصل فينا ايه وفي الاجيال اللي قبلنا واللي قبلنا. الثانويه العامه قعدت لها كده بتاع 20 سنه متهيألي كده رعب، رعب شديد لكل الناس واحساس وعنق الزجاجه وتحديد المصير. انا وحضراتكم وكل الناس عارفين الكلام ده في الحياه العمليه لم يتحقق ولم يحدث، خوفونا كده بس من شبح كبير اسمه الثانويه العامه. لكن الاجيال الجديده عارفه وفاهمه، لكن خلونا نفكر بعض وناكد بعض، ناكد على بعض ان الثانويه العامه هي مجرد خطوه مهمه في الحياه لكنها مش كل الحياه ولا ربع الحياه. بمناسبة كلامنا عن نتيجة الثانوية العامة وسؤالنا الكبير اللي بدأنا فيه في بداية الحلقة هو نتيجة الثانوية العامة امتى؟ النهاردة أو في الدقائق اللي فاتت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. الوزارة أعلنت أنه غدا السبت في تمام الساعة 10 صباحا سيتم الإعلان من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك عن نتيجة الثانوية العامة. هم كتبوا كده أنه يوم السبت الساعة 10 صباحا هيبقى فيه التفاصيل والإحصائيات. الإعلان بتاع يوم السبت ده بيبقى مع وزير التربية والتعليم بيتكلم عن العشر الأوائل مثلا، أو بيقول 10 الأوائل، أو يقول اللوجستيات القادمة بقى، والإعلان عن النتيجة في الغالب بيبقى بعدها بيوم 24 ساعة بتبقى النتيجة موجودة عبر مواقع الرسمية اللي بتعلن النتيجة. ربنا معاكم، تحمسوا تفائلوا استعدوا لكل السيناريوهات. انا بحب جدا التدريب ده، انه لما ابقى مستنيه حاجه صعبه قوي ونفسي فيها جدا، وطبعا كل الطلبه نفسهم في اعلى الدرجات، لازم الواحد كمان يهيئ نفسه لكل السيناريوهات. لو جبت كل اللي بتمناه هعمل ايه، ولو جبت اقل شويه هعمل ايه، ولو جبت نص ونص هعمل ايه. فكره السيناريوهات البديله بتهون علينا وبتخلينا مستعدين وجاهزين لكل حاجه، وبالتالي لما تيجي الاحسن ننبسط، لو جه حاجه اقل شويه نبقى كمان عندنا فكره هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. كل التوفيق لكل الطلبه اللي منتظرين نتيجتهم غدا. غدا كمان السبت ده في حاجات كتير قوي قوي. من يومين كده هيئه الارصاد اتكلمت وقالت عن سقوط امطار على بعض مناطق الجمهوريه في مصر. امطار في الصيف في مصر جديده دي، لكن فعلا هيئه الارصاد اعلنت ده واتكلمت عن انه الامطار ممكن تبقى في جنوب سيناء وحلايب وشلاتين. معنا دكتور ايمان شاكر رئيس وحده التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه، ممكن تقول لنا تفاصيل اكتر عن فكره الامطار الصيفيه في مصر، وهل هي كمان مرتبطه بتغير المناخ، العنوان الكبير اللي العالم كله بيبحث فيه. دكتور ايمان مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك استاذه دينا، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، واهلا بحضرتك. مبدئيا كده احنا عايزين امطار في القاهره عشان الدنيا حر قوي يعني، فما فيش امل تيجي عندنا؟ كلنا نتمنى طبعا. لا هي طبعا هي بعيده تماما عن القاهره والمناطق الشماليه. هي فرص الامطار الموجوده بدات بالفعل منذ اليوم على مناطق من جنوب البلاد زي حلايب وشلاتين وبحيره ناصر وابو سمبل، وايضا بتمتد لمناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر زي مرسى علم، وطبعا مناطق من جنوب سيناء زي كاترين ونويبع والتور. طبعا الامطار هي كلها امطار خفيفه، ما فيش منها اي قلق او اي مشاكل، لكن هي ممكن تكون رعديه على بعض فترات من اليوم. هي بدات من النهارده مستمره معانا حتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. وطبعا امطار في الصيف يمكن غير معتاد عليه في مصر ان احنا نسمع امطار في الصيف، لكن فعلا زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه تحت عنوان التغير المناخي اللي اثر على العالم كله وتاثرت بيه جمهوريه مصر العربيه بالفعل، بدانا نشوف ظواهر مختلفه وفي توقيتات مختلفه. فطبعا يمكن عام 2021 و2020 شفنا فعلا امطار في الصيف، وكانت ايضا في شهر اغسطس واثرت على جنوب البلاد وعلى منطقه سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء، وده اللي بيتكرر معانا هذا العام. وطبعا الامطار بسبب ارتفاع الفاصل المداري اللي دايما بيفصل ما بين الكتل الهوائيه الرطبه والكتل الهوائيه الجافه. الفصل المداري ده دايما منطقته بتكون منطقه منابع النيل زي اثيوبيا والسودان، وده دايما اللي بيسبب الامطار في فصل الصيف على هذه الدول وبيؤدي لفيضان النيل. لكن طبعا لما بيتذبذب هذا الفصل المداري ويتجه نحو الشمال ده بيؤدي لتاثر جنوب بلاد طبعا جمهوريه مصر العربيه المناطق الجنوبيه بفرص الامطار،
وده اللي حصل معانا السنتين اللي فاتوا وبيتكرر معانا هذا السنة دي كمان. لكن طبعا يعني الحمد لله بالنسبه لنا هي مجرد امطار خفيفه ما فيش منها قلق ان شاء الله ان شاء الله. دكتور ايمان بسرعه جدا بس، هل ممكن بناء على كلام حضرتك هل ممكن رصد خريطه مناخيه جديده خلال سنوات قليله قادمه تقول لنا انه يعني يحصل حاله من الاستقرار للوضع الجديد فنبقى قادرين نفهم، ولا العالم كله ما زال في حاله مفاجآت جويه ومناخيه بتحصل في السنوات القليله الماضيه؟ هو طبعا في عده سيناريوهات بيتم دراستها بالفعل على مستوى العالم، وطبعا الهيئه الدوليه للتغير المناخي الاي بي سي سي بتصدر كل عام تقارير خاصه بالتغيرات المناخيه وبمدى تاثيرها في الاعوام القادمه. فطبعا في سيناريوهات متفائله وسيناريوهات متشائمه، فطبعا السيناريوهات المتشائمه اللي معاها هترتفع درجه الحراره بشكل كبير جدا، هتوصل من 3 لـ4 درجات اعلى من المعدل ده على مستوى الغلاف الجوي، هي ارتفعت حتى الان 1.5 درجة، فلو ارتفعت وصلت لحد 3 لـ4 درجات ده هيكون طبعا يأثر بكوارث كبيره جدا على مستوى العالم، فيضانات وسيول وعواصف ترابيه وثلوج وتصحر، يعني مختلف الظواهر. لكن السيناريو المتفائل ان لو احنا اخذنا خطوات وبدانا نقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والملوثات وبدانا نتجه لزياده الرقعه الزراعيه، وده طبعا على مستوى العالم مش بس في مصر، هنقلل الملوثات وبالتالي هيبدا تدريجيا يعود المناخ الى طبيعته، ولكن ده طبعا محتاج سنوات عديده. طبعا يعني احنا بنتمنى ان احنا فعلا كلنا كدول نلتزم وننفذ هذه الاجراءات، مهم جدا ان احنا نحافظ على البيئه ونبدا نرجع لمناخنا الطبيعي ان شاء الله. انا بشكرك يا دكتور، وكلام دكتور ايمان حقيقي جدا وواقعي وبيقول لك الوضع كما هو عليه، ويمكن كوب 27 وكل المؤتمرات المناخيه العالميه كان بعض الناس بتقول هو احنا ليه مهتمين قوي بمؤتمر مناخ في الاخر؟ لانه تقريبا مؤتمر مصير الحياه، مصير الحياه على هذا الكوكب ممكن يحدده الجهود الدوليه، ومش بس بقى ايه النيات الطيبه، لكن هتتحول الموضوع بقى لعقوبات حقيقيه على الدول التي لا تلتزم والدول الاكثر تاثيرا في ازمه المناخ العالميه. دكتور ايمان شاكر رئيس وحده التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن من كلام دكتور ايمان اقدر اقول لحضراتكم اننا بعد الفاصل على طول هنتكلم في فقره مخصصه بالتغيرات المناخيه وتاثيرها الاقرب بقى. مش بنتكلم بس على بعد 3 أو 4 أو 5 سنين، ممكن يبقى شكل العالم كله يتغير بناء على درجة الحرارة وارتفاعها 2 أو 3 درجات، لكن كمان أولوياتنا في الأكل، إيه الأكل المتاح اللي هنقدر يبقى مصدر غذائي للعالم كله، وإيه كمان اللي ممكن يختفي أو يتأثر بشكل كبير. قبل ما نروح الفاصل هسيبكم مع تقرير لكاميرا التاسعة داخل أو من محافظة الشرقية، حقول دوار الشمس، ودي الحقول المحصول الأشهر والأغلى في الأسواق المصرية. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع لفقرتنا عن التغيرات المناخية وأنواع جديدة من الزراعات اللي المفروض العالم كله ينتبه إنها قادمة. محصول عباد الشمس في الإدارة الزراعية بالحسينية تم زراعة 6000 فدان على مستوى الإدارة الزراعية بالحسينية، وده عباد شمس زيت عباد شمس تسالي، ولكن الدولة بتناشد على زراعة عباد الشمس الزيتي، وعملت ندوات إرشادية في المقر الإرشادي حنان بالحسينية على إن هي تزرع عباد شمس زيتي مثل عباد الشمس الزيتي والفول الصويا والسمسم والذرة، وعمل وزعت عقود عشان المزارع يتعاقد مع الشركات عشان الشركه هي تكون ما ايه تاخد الايه المحصول بمبلغ معين. طبعا محصول عباد الشمس بدا زراعته من 4 سنوات تقريبا، وتدريجي من سنه واثنين وثلاثه بيزداد المساحات في زراعه عباد الشمس، وده يدل على انه محصول ناجح للمزارع. كل سنة والتانية تزداد المساحات هنا عندنا هنا في المركز، لأنه محصول سهل وانتاجيته حلوة، ومش كده بس، محصول عباد الشمس أنه بيحسن الأرض للمحصول اللي بعده. العبادة نوعين، في نوع التسالي ونوع للزيت. نوع الزيت انتاجية قليلة بسيطة، وتسويقه نلاقي فيه مشاكل، ما عرفش نسوقه.
اتجهنا للنوع اللي هو التسالي، ده انتاجيه اعلى، الفدان بيجيب من طن ونص ل 2 طن، وبنسوق اكتر من واحد بيشتريه. فالفلاح طبعا عاوز لمصلحته، فالنوع ده يعني الارض بتحتاج يعني خدمه من اول ما تبدا الارض في تسويه الارض وحاره الارض وحط الاسمده وحط الكيماوي. وحيجي جمعيه زراعيه هنا حدانا والاداره الزراعيه بتوفر لنا الكيماوي احنا عاوزينه بصراحه. ما اسمعش كلام حد تاني، الكيماوي احنا بنعوزه بنلاقيه. تكلفة عباد الشمس هو مش مكلف زي المحاصيل الأخرى، هو بالنسبة للحرث والتجهيز والأسمدة والكلام ده كله مش بيحتاج أكتر، مش مجهود. ولكن إحنا كل اللي أنا بطالبه برضه بعيد إن الدولة تدعم الفلاح في عباد الزيت بالذات، لأن الزيت مطلوب، سلعة استراتيجية مطلوبة للدولة، فلازم الدولة تدعم السعر، تدور على الواحد اللي هو هيستلمه من المزارع. بيتم زراعة محصول عباد الشمس بعد القمح، بعد محصول القمح، ودي بتبقى تعتبر العروة الناجحة، لأنه بيحتاج درجة حرارة طبعا عالية زي القطن وزي أي محصول تانية، لكن هو مش من المحصولات اللي بتحتاج درجة حرارة منخفضة. ولذلك احنا بنفضل زراعة العروة البدرية دي في الإنتاج وفي السعر وفي التوريد. مساءكم خير. بسرعة وبدون مقدمات كتيرة، أزمة المناخ أو تغيرات المناخ اللي فاكر فينا أنها حاجة بعيدة عنه وما تخصوش وتخص الناس المثقفين دول اللي بيلبسوا بدل وكرافتات وبيطلعوا في التلفزيون يتكلموا عن أزمات مرفهة، الحقيقة أنك غلطان، لأنه أزمة المناخ تخصنا كلنا، تخص حياتنا اليومية وتخص مستقبلنا وتخص شكل الحياة وتخص كمان غذائنا. حديثنا النهارده تحديدا عن الغذاء، لانه تغيرات المناخ ممكن تنعكس، وبالتاكيد هي بتنعكس على سلاسل الغذاء في العالم، على كل المحاصيل الزراعيه وطريقه انتاجها وزراعتها. احنا النهارده بس هنسال اسئلتنا اللي تخصنا وتخص الازمات العالميه في المحاصيل وتاثيرها علينا في مصر تحديدا وفي العالم كله، كيف تدار هذه القضيه. ومعانا اساتذه وافاضل ودكاتره بقى يقولوا بالعلم اللي بيحصل وايه اللي هيحصل ان شاء الله. دكتور حامد عبد الدايم الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه، منورنا يا دكتور. اهلا بحضرتك، وانا سعيد ان انا معاك يا دكتوره دينا. احنا دايما بنبقى سعداء بوجودك يا فندم. ربنا يحفظك. دكتور شاكر ابو المعاصي استاذ المناخ الزراعي، اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ ابو المشاهدين، اهلا وسهلا. هبدا مع دكتور شاكر بسرعه جدا، يعني ايه المناخ الزراعي؟ عشان انا سالت حضرتك السؤال ده واحنا بنحضر كده للفقره، يعني هل بس فكره تقسيم نزرع ايه في الصيف وايه في الشتاء اللي احنا بتخص دوره الزراعه عندنا في مصر، ولا الموضوع اكبر وممكن نقول انه في خريطه عالميه للزراعه احنا ممكن نبقى فاهمينها ونعرف عنها اكتر؟ المناخ الزراعي بمنتهى البساطه خالص هو بنقول عليه المايكرو كلايمت، المناخ الدقيق، اللي هو ما ينفعش انا اشتغل على بيانات الهيئه العامه للارصاد الجويه كمناخ زراعي، لازم المحطه بتاعتي تكون جنب النبات عشان يكون القياس دقيق، الحراره الرطوبه الاشعاع الشمسي بجوار النبات. لكن الهيئه العامه للارصاد بتدينا منظور عام للجو، اما لما يكون عندي محطات ارصاد جويه زراعيه موزعه على مستوى محافظات مصر ببدا. لذلك التطور في هذا العلم بفضل الله اشتغلنا فيه كتير جدا وطلعنا من خلاله ابحاث كبيره جدا بتخدم القطاع المصري الزراعي. المناخ الزراعي بيهتم من ان انا اختيار الصنف، اختيار معاد الزراعه، ازاي اساليب التكيف والتاقلم مع التغير في المناخ اللي هو ضارب القطاع الزراعي في مقتل. احنا استاذنا الدكتور حامد معانا كل الزراعات بلا استثناء انتاجيتها
تأثرت وقلت الإنتاجية، بالإضافة التداعيات الأخرى اللي هي انتشار بعض الأمراض والحشرات اللي ما كانتش موجودة عندنا في المناخ المصري. عندنا حشرة جديدة ضربة الزراعات في مقتل اللي هي دودة الحشد الخريفية، وقبلها حشرة التوتا أبسليوتا اللي بتضرب محاصيل كتيرة جدا. دي حاجات طبعا المزارع عارف الآفات الأخرى وعارف يتعامل معاها، لكن دي حاجات جديدة جدت بسبب أن المناخ اتغير. المناخ اتغير، دخل علينا أمراض ما كانت كامنة ما كانتش ظاهرة، بدأت تظهر زي الصدى الأصفر في القمح، بدأ يضرب بشدة في السنوات الأخيرة. عندي الحشرات الجديدة اللي بنقول عليها اللي هي دوت الحشد الخريفية والتوت أبسليوتا. عندي أكتر من كده بالنسبة للأمراض والحشرات. كان عندنا موسمية الحشرة، دلوقتي ما فيش حاجة اسمها موسمية الحشرة، الحشرة موجودة طول السنة. المناخ تأرجح دلوقتي بنقول عليه مناخ شاذ أو متطرف، لأن أنا كان توصيف مناخ حار جاف صيفاً، فين أيامه ده؟ خلاص ده في ممطر شتاءً، فين أيامه برضه؟ نغني له بقى، مفيش الكلام ده دلوقتي. دلوقتي إحنا بنشوف درجة حرارة مرتفعة جداً شديدة في الشتاء في الصيف، ودرجة حرارة منخفضة جداً في الشتاء. وكمان عندي كان عندي أربع فصول أو أربع فصول، ربيع وشتاء وصيف وخريف، خلاص ما عادش عندي المواسم دي موجودة. إحنا عندنا الشتاء السنة دي، لو إحنا خدنا الشتاء السنة دي أطول، كان طويل جداً ودرجة حرارة منخفضة، وده كان برضو من ضمن الإيجابيات شوية في مصر السنة دي. إنتاجية محصول القمح بفضل الله كان الإنتاجية عالية جداً وتخطط المعايير اللي بنتكلم فيها، لكن مش هيحصل كل سنه الكلام ده، ممكن تبقى او ممكن يحصل. ما هو ده اللي انا بسال حضرتك عليه. حضرتك بتقول لنا معلومه مهمه جدا انه الزراعه مش بس يعني بنبص بالنظره العامه اللي هي هيئه الارصاد او الارصاد في العالم بترصدها، لكن كمان نرصد البيئه الخاصه. زي ما ده النهارده دكتور شاكر بيقول لنا انه بيأثر سلبا وبيخلي الاساتذه في الكليات الزراعيه بيدوروا على حلول جديده، متهيألي زي ما بالتاكيد هيبقى في، مش عارفه اسميها ايجابا بقى ولا ايه، بس هيبقى في ايجابيات او حاجات بديله هتظهر بسبب التغيرات المناخيه، مش كده؟ هو ده يعني زي ما حضرتك بتقولي ده اللي بيحصل بالفعل. لكن خليني اوضح لحضرتك نقطه، ان التغيرات المناخيه قد تكون او تؤثر تاثيرا سلبيا على بعض المحاصيل، وممكن يكون لها تاثير ايجابي على محاصيل اخرى. زي ما قال الدكتور شاكر، القمح مثلا القمح فصل الشتاء، فصل الشتاء طال شويه، درجه الحراره كان منخفضه، وده كان ليه دور في تفريع محصول القمح وبالتالي زيادة الإنتاجية. تغيرات المناخية ليس معناها ارتفاع في درجة الحرارة فقط، ولكن طبعا ارتفاع في درجة الحرارة، أمطار وسيول في مناطق، فيضانات وبراكين في مناطق أخرى، ده بصفة عامة يعني. لكن خلينا أوضح لحضرتك محصول الرز، يمكن الموضوع الأساسي اللي احنا بنتكلم عليه، أنه أطمن حضرتك وأطمن السادة المشاهدين أنه محصول الرز في مصر بخير، لأن درجة الحرارة حتى الآن لم تصل إلى الحد اللي يخوفنا على محصولنا. محصول الرز يحب الحر زي ما بيقول، بس لا بس عند ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية دي بتأثر على عملية الإخصاب والتلقيح والإخصاب، وبالتالي تأثر على المحصول. حتى الآن الحمد لله درجة الحرارة لم تصل إلى هذه الدرجة، علاوة على أن احنا تقريبا 20 يوم ويمكن يبدأ الحصاد، أو بعض الزراعات اللي هي زرع بدري بدأت فعلا في الحصاد، والمحصول مبشر وبكميات كبيرة إنتاجية عالية إن شاء الله، يمكن تغنينا عن الاستيراد، لأن إحنا الرز إحنا الرز بالذات إحنا بنستخدم رز كتير قوي. بس إحنا دكتورة دينا برضو، إحنا المساحات اللي عندنا مساحات يعني تصل إلى حوالي 1.5 مليون فدان، وإحنا عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي من الرز، يمكن بنستورد بعض الانواع. صحح لي المعلومه يا دكتور، وبرده ده سؤالي بقى لدكتور شاكر كمان. اللي انا اعرفه انه في محاولات لتقنين زراعه الرز لانها واحده من الزراعات اللي بتستهلك ميه كتير، فهل مثلا ممكن يكون القرار الزراعي الارشد يعني لا مش لازم ازرع الرز لكن استورده وده يبقى اوفر، يعني بتتحسب ازاي؟ البحث العلمي مش واقف مكتوف الايدي خاصه في هذه النقطه. حضرتك مركز بحوث زراعيه طلع اصناف رز بدل ما بتقعد 6 شهور في الارض، لا 120 يوم دلوقتي. فالبحث العلمي شغال ان احنا عندنا اصناف رز جديده فتره بقائها في الارض قليله جدا، فبالتالي استهلاك الميه هيكون اقل.
وطريقة الري كمان. وكمان لا احنا بنبص لها بقى من ناحية مناخية أخرى. إن احنا بنقول من ضمن المشاكل اللي مزارع الرز بيعملها اللي بتصاعد من خلاله غاز الميثان اللي هو مسبب للاحتباس الحراري. وبالتالي لو أنا قللت فترة بقاء الرز في المية الفترة دي قليلة يبقى الميثان هيكون قليل. يبقى أنا ضربت عصفورين زي ما بنقول كده عصفورين بحجر، قللت الميثان من تصاعد من المزارع أو الأراضي المغمورة بالمية في الرز، وكمان الفترة بتاعت بقائه ديت لي كده نقدر نتوسع في الرز من خلال الأصناف الجديدة اللي احنا شغالين عليها. احنا مش يعني حتة ان احنا نخاف بالنسبة لمحصول الرز، اللي زي ما الدكتور حامد أستاذنا قال احنا مش خايفين خالص، لان احنا بفضل الله عندنا اكتفاء من الرز. لكن احنا بنتكلم على مشكلة مية ومشكلة كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وأثرها. لان حضرتك دلوقتي اي نبات مش الرز بس عاوز يعوض، احنا بنعرق زي الانسان بالظبط، النبات بيفقد مية من خلال عملية النتح، فبالتالي هو عاوز مية. كل النباتات بصفة عامة لما يكون درجة حرارة عالية فبالتالي انا عاوز اعوض مية على طول. واحنا بنتكلم على مشكلة مية، حستنا في المية محدودة، وبالتالي زي ما بدأت في الكلام ان البحث العلمي كل يوم بنحاول نطلع فكرة جديدة ازاي النبات يواجه هذه الاجهادات، وعندنا برامج كبيرة جدا ازاي ان احنا نطلع اصناف هجن تواجه الاجهادات البيئية. إذن بعد الفصل احنا محتاجين نسأل حضراتكم عن العالم بقى، خريطة العالمية للزراعة، ايه اللي اتغير؟ أولويات، لما كنا قبل أو أثناء الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية كنا دايما نسأل عن قصير القمح، الحمد لله بحسب كلام دكتور حامد وكتير من الأخبار المطمئنة محصولنا من القمح كفانا ومكفينا، لكن كمان العالم كله تأثر وبناء عليه الأرز والقمح كمان. والقمح بس ما عندناش اكتفاء زي، لكن احنا قللنا الفجوة الاستيرادية بدرجة معقولة. بشكرك على التصحيح ده. فأقصد سؤالنا أنه ده السؤال اللي هنسأله بعد الفاصل. طب خريطة الإنتاج العالمي للغذاء، لأنه ما فيش بلد في الدنيا بتزرع كل حاجة وبتكتفي ذاتيا من كل حاجة طبعا. إيه اللي هيحصل بسبب تغير المناخ؟ بعد الفاصل نكمل كلام. مساءكم خير. لسه بنتكلم عن خريطة الغذاء العالمي وتأثرها بأزمة المناخ. يعني ببساطة جدا القمح والرز البطاطس المحاصيل الرئيسية اللي العالم كله بيعتمد عليها في وجبته الأساسية، تقدر تقول كده أن خريطتها ممكن تتغير. المعروف مثلا أنه الصين والهند وبنجلاديش واحدة أو مجموعة البلاد دي مشهورة جدا بزراعة الرز واستخدامه. الثلاث بلاد دول تحديدا مهددين بشكل كبير في ثروتهم الزراعية من الرز بسبب تغيرات المناخ. وبالتالي سؤالنا المنطقي، هيبقى التغيرات المناخية لو حصلت هتبقى لصالح ايه من المحاصيل، وكمان تهدد ايه من المحاصيل؟ دكتور حامد حضرتك كنت بتكلمنا عن انه يعني مش كل الاخبار سيئه، ممكن يبقى التغيرات المناخيه لصالح بعض المحاصيل زي ايه مثلا؟ خليني بس اوضح لحضرتك في البدايه نقطه مهمه جدا بالنسبه لزراعه الارز بالذات. أيه. المساحات المحدده والاماكن كمان اللي بنزرع فيها الرز. يعني خدي بال حضرتك، احنا دايما كان معروف ان الرز محصول شره للميه، وعلشان كده من عده سنوات بنقول نقلل مساحه الرز طبعا. علشان هذا المحصول بيستهلك كميات كبيره من الميه. لكن انا عاوز اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا، ان دلوقتي مركز بحوث زراعيه معهد بحوث المحاصيل قسم بحوث الرز انتج اصناف جديده تتحمل زي ما قال الدكتور شاكر تتحمل العطش ومتحمله يعني للجفاف، علاوه على ان مدتها في الارض من 120 ل 130 يوم بس كده. وبالتالي انا بقلل فترات الري، فدي دي مهمه. في بعض الاماكن يا دكتوره دينا لازم ازرع فيها رز، لان الرز من ضمن مميزاته انه بيتحمل الملوحه. يعني كل المحافظات المواجهه للبحر المتوسط لازم ازرع فيها رز. حلو. انا ما بزرعش رز في اي محافظه لاني ما اقدرش ازرع فيها محاصيل ثانيه. بالظبط. يعني مفيد قوي ان انا ازرع فيها رز، اولا هتفيد التربه وتمنع التصحر، وفي نفس الوقت هتديني محصول. حلوة. لكن هي دي الاماكن اللي انا بزرع فيها رز. انا ما بزرعش رز مثلا في الفيوم او في المنوفيه او في القليوبيه. أيوة. ممنوع. دي اماكن محدده اللي بيتم فيها زراعه محصول
الرز. احنا مستمرين في استنباط اصناف جديده، وعلى فكره النهج ده مش جديد، مش من السنه دي او السنه اللي فاتت، ده احنا بقالنا عده سنوات الحقيقه وزاره الزراعه ماشيه في هذا الاتجاه، مركز بحوث زراعيه، ان جميع الاصناف التي يتم استنباطها مش من الرز فقط، من جميع المحاصيل، تكون عاليه، تكون عاليه الانتاجيه، تتحمل الظروف البيئيه المعاكسه، واهمها طبعا درجه الحراره. علاوه على انه دلوقتي في تفكير في اعاده النظر في مواعيد الزراعه، ان طبعا التغيرات المناخيه بتجبرنا ان احنا نبص على مواعيد الزراعه مره ثانيه، لان حصل طبعا تغيير تغير المواسم بالظبط، فلازم يتم النظر في مواعيد زراعه جميع المحاصيل. طيب سؤال دكتور شاكر، برضو بناء على كلام دكتور حامد، لو افترضنا انه الصيف بقى اطول، هو كمان الصيف بقى اطول مش كده؟ يعني الشتاء بقى اطول والصيف بقى اطول، ايه الفايده اللي احنا ممكن نقول طيب نغير في خريطتنا الزراعيه وبالتالي نكتفي ذاتيا من بعض المحاصيل؟ لا بعض المحاصيل لا، ما نتوقعش انها افضل حالا ان احنا تتزرع في مصر في الفتره القادمه، ايه اللي اتغير في الخريطه؟ الخريطه ان عاجلا او اجلا هتتغير، مش بمزاجنا طبعا. حضرتك هديلك مثال، احنا عايشين اليومين دول، النهارده كان في وسط الصعيد، منيا، فيوم، بني سويف، بنجهز الاراضي عشان نزرع البطاطس العروه اللي جايه دي. دلوقتي انا ما اقدرش اطلع البطاطس من الثلاجه، درجه حراره مرتفعه، ما اقدرش احرث الارض وازرع فيها بطاطس، هتعفن مني، درجه حراره مرتفعه لسه مرتفع. فلازم استنى لمنتصف، والمفترض انه كان حضرتك هتزرعها بدايه في اول اغسطس او منتصف اغسطس، لازم انتظر اخر اغسطس او اوائل سبتمبر. فبالتالي ده مثال حي اهو، انا كده اتزحزحت يعني، ودي مرونه برضو في القرارات. ما انا اتزحزحت غصب عني يعني. انا اتزحزحت ليه؟ لان انا لو زرعت في الوقت ده الدوله هتخسر والمزارع هيخسر. فبالتالي احنا بنقول عندنا امثله واضحه كتيره جدا، كان معروف احنا بنشرق بنجهز القمح في شهر اكتوبر لا اتاخرنا، في ناس زرعت قمح السنه اللي فاتت في شهر 12 وفي بدايه يناير والانتاجيه كانت عاليه. ليه؟ لان الحراره كانت مختلفه، الجو اختلف، فبالتالي مش محصول واحد، كل العمليات الزراعية، تقليم، جمع، ظهور المحصول نفسه في السوق هيختلف نتيجة التغير في المناخ، وده من ضمن الآليات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي آليات التكيف. هو دلوقتي لازم ند مرونة، لازم احنا ما نقولش هو ده معاد انا وارثه وأقبض عن جد، لا انا بغير معادي بناء على المستجدات المناخية. سؤال بقى اتفضل، الفلاح يتقبل ده او ايه المنظومة اللي تضمن مصلحة الفلاح في ده؟ يعني ازاي بتتواصلوا مع الفلاح الزارع، سلاسل برضو الامداد والتوريد؟ يعني احنا ذكرنا قوي القمح لانه كتير ما سمعنا حضراتكم واساتذه كتير كلمونا عن الزراعه والتشوين وصوامع القمح، وحسينا انه موضوع منظم. سؤالي بقى دكتور حامد وهرجع لحضرتك فيه في نفس السؤال يا دكتور، هو انه ايه اللي ممكن زي ما دكتور شاكر كده بيقول لنا عن التكيف والتاقلم، ايه اللي حضرتك تنصح بيه انه الدوله كمان تهتم بمصلحه الفلاح اكثر، فبالتالي هو يزرع في مواقيت مختلفه يبقى جوه المنظومه اكتر؟ هو طبعا يعني السؤال ده مهم جدا على فكره، لانه للاسف يا دكتوره دينا احنا ما عندناش دوره زراعيه. ده معروف. يعني الفلاح للاسف بيزرع المحصول اللي هو عاوزه، اللي هو متاكد انه هيجيب له ربحيه، هيكسبه اكتر. بالظبط، لكن احنا ما عندناش دوره زراعيه دلوقتي. معروف المحاصيل التي يتم زراعتها في الصيف او في الشتاء والمساحات وتحديد المساحات واماكنها، ودي الحقيقه كانت مهمه جدا جدا جدا، وكانت في صالح الزراعه المصريه. ولما كانت الدوره الزراعيه موجوده ما كانش عندنا ازمات كتيره في بعض يعني المنتجات زي الزيوت مثلا، لانه كنا بنزرع يمكن في الستينات والسبعينات حوالي يعني 2 مليون فدان قطن، وده كان بيدينا طبعا كمية زيوت عالية من بذور القطن. دلوقتي للأسف احنا بنتكلم في 130 140 200 ألف فدان، لأن طبعا كان زراعة القطن كانت اتدمرت خلال السنوات اللي فاتت، لكن بدأنا النهوض. بس بالرغم من كده برضو أرجوك يا دكتور رجعوا لنا تاني. رجع تاني. ما هو راجع، رجع تاني، مش مزاجنا ده، رجع غصب. ما هو بدأنا ننهض بيه مرة تانية، وست رسم وتبنى الموضوع، لكن ما فيش دورة زراعية. أتمنى أن يكون في دورة زراعية. وبعدين السؤال، طب في دورة زراعية زي مع السوق الحر؟ لا، في آليات ممكن تخلينا نرجع تاني للدورة الزراعية.
طبعا الدوله ما فيش شك ان هي بتدعم الفلاح، يعني عندنا اسمده مدعمه، عندنا تقاوي منطقه مدعمه ايضا وموجوده في الجمعيات الزراعيه وفي الارشاد الزراعي، ودي نقطه مهمه جدا. عندنا الارشاد الزراعي، انا لما بدعم الفلاح ارشاديا ما هو ده دعم الفلاح، المعلومة في معلومه في حد ذاتها، دي معلومه يعني دكتور فاضل لنا ولا دقيقه. وعندنا قناه مصر الزراعيه طبعا حضرتك عارفاها، يعني السنه دي واحده بس، كل برامجها كل برامجها برامج ارشاديه ومن اجل مصلحه الفلاح. هو المزارع بيحسبها دلوقتي، لان الخساره بالفلوس، كل الاسمده غاليه جدا، التقاوي غاليه جدا، العماله غاليه، فبالتالي المزارع متلهف ان هو يسمع المعلومه، لان هو لا حول ولا قوه، هو عايز يكسب اخر السنه، يجوز بنته يجوز ابنه، فبالتالي هو مشي بدماغه فتلسع، فبالتالي بدا يلجا للبحث العلمي والارشاد ويسمع، لان الجو اختلف بالنسبه له. حلو. الدنيا اتغيرت خالص، حتى في الانتاج الحيواني بالنسبه له الدنيا اختلفت. زي اي مجال التسلح بالمعلومه كان زمان رفاهيه، دلوقتي ما بقاش العلم. رفاهيه العلم. احنا محتاجينه. وفكره الفهلاوه والاعتماد حتى على الخبره مش هو العلم. أنا واحنا محتاجين كمان يا دكتوره دينا فترة أقوى أطول للفقرة دي بصراحة. بصراحة أعترف المناخ أكل الوقت بتاع البرنامج، أعترف، وده سؤال يعني ده مطلب مشروع. أنا بشكركم شكرا جزيلا أنكم حضراتكم اديتونا من وقتكم. دكتور حامد عبد الدايم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية نورتنا. شكرك. دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ الزراعي نورتنا. كل الاحترام لأهل العلم والخبرة. في حاجات يا جماعه صدقوني احنا انا شخصيا وانا بسمع الدكاتره بيتكلموا دلوقتي بقول بلدنا مليانه خبرات ومليانه معلومات، يمكن نحتاج انه ننسق اكتر، نعرف اكتر، كل واحد فينا يبقى بيشتغل لمصلحه اللي جنبه مش بس نفسه، ولو اللي جنبي بيشتغل لمصلحتي انا كمان هستفيد. وفي منظومه زراعيه قد ما في تحديات قد ما في فرص كتيره، واثقه انها ان شاء الله تتحقق كتير من العلم زي ما الاساتذه النهارده شاركونا، وكتير كمان من الاداره والتخطيط. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.